رمضان من قرية تل، صاحبة محل صغير. طبعا بلشت المحل صغير، كنت أبيع بالبيت. شفت هذا الاشي فيه ضغط علي، في طلب على الملابس وعلى على جميع أنواع الملابس خاصة في قرية. يعني قرية تل عندنا فئة كبيرة في قرية تل من النساء عاملات بمجال الزراعة، بالتالي في عندهم ما عندهم الوقت الكافي إنهم ينزلوا على المدينة، فاضطريت إني أفتح هذا المحل لأني لقيت فيه طلب على الملابس بكافة أنواعها، خاصة ملابس الأطفال، ملابس السيدات، ملابس يعني عندك بكافة فئات الأعمار، يعني شباب وبنات و الأسرة، كيف في حاجات الأسرة كاملة يعني. وعندي هالفئة القرية يعني فئة كبيرة من النساء ما بتقدر إنها تنزل على المدينة، فبالتالي وفرت عليهم وقت إنها تكون هون، أوفر لهم هاي الأشياء اللي بتلزمهم. بعدين هون محل موقعي، مكان ممتاز جدا، عندك شارع مدارس، عندك كمان صالة أفراح بالمنطقة. حركة النساء، تعامل فئة النساء دائما بتحب تتعامل مع نساء زيها، ويعني خاصة إنه في عندي محلين بالبلد بس ما بيكونوا يعني فيهم معظمهم رجال. سواء النساء، فئة النساء هم بتحب تتعامل مع النساء، وكل شيء تمام الحمد لله رب العالمين. بتمنى إنه يتوسع المحل ويصير أكبر من هيك، ويضمن أشياء يعني يشمل أشياء أكثر من هيك بزيادة. كل عمل يعني بتكون فيه المرأة دائما لابد إنه يأخذ وقت باتجاه بيتها، لكن في ظروف بتحكم المرأة وبتحكم الرجل بنفس الوقت. قد يكون متعب لها بالدرجة الأولى، وقد أكون أنا يعني من خوفي عليها نحن ما تشتغل يعني، لكن ظروف الحياة أجبرتنا أنه هيك تعمل. بدأت هيك مشروع صغير جدا كان عندنا في البيت، تجيب شوية بضاعة وتبيع الجيران الأقرباء، فأنا شجعتها على فتح محل صغير ووضع البضاعة فيه، كوني انا هاي العمل هذا يعني او صنع هاي كانت انا اشغلها في الاردن، كنت فاتح محل زي هيك واشتغل فيه، فساعدت في البدايه في تصفيه، في بيع، في تنقيط البضاعه، في الاسعار المعقوله اللي لازم انا ممكن اجيبها عشان تمشي في القريه، لانه مش الاسعار اللي بتمشي في المدينه ممكن تمشي في القريه، والحركه دائما في المدينه بتكون اقوى واكبر من القريه. فانا شجعتها ووقفت معها في البدايه، وراح اضلني اساند فيها لحتى اخر مشروع يعني، مش راح اتخلى عنها. بالنسبة للتأثير المنزلي يعني لازم يكون في تضحية، أنا إلي وظيفتي وإلي راتبي الشهري والحمد لله رب العالمين، أموري جيدة جدا، لكن هذا لا يعني أنه إحنا بدنا نتعاون شوي منها وشوي مني، حتى ولو كان راتبي بكفي كثير يعني، لكن لازم يكون في تعاون بين الطرفين، وأنا بأيدها دائما في هذا، بأيد أنه يكبر مشروعها وتطور مشروعها الأكبر، وراح أكون دائما مساند لها في كل خطوة في الكورة. التعب يعني تعب كثير، وبتقول وقت يعني ما ياخذ وقت كثير، بس شو بدي اعمل يعني، هي مشاركتني بكل شغلي يعني، سواء كنت بالبيت او بالمحل، هي خاصه انه يعني تعب ارهاق، بس الواحد ظروفه بتتحكم فيه يعني احيانا. الحمد لله يعني صحي وراح اخذ من حقها، بس ان شاء الله يعني راح تكون بزنس وومن مستقبلا.